مدار أنت، لأنه مدار هو أوربت، يعني مثل كأنك أنت بالفراغ. لو سمتنا عنا كونفور بغض بين المدار والبعض. نحن رح نستعمل أربع أنواع خشب: سنديان فرنسي وجوز أمريكاني والحامض والمغنو. المغنو أكتر شيء بيجي من أفريقيا. بالنسبة للقاعدة هي رح نعملها MDF، لأنه إذا حطينا خشب العادي مع الرطوبة والحرارة والشوب والبرد بيتفاعل بصير يفتول، بصير تهز الكرسي. وبدنا نستعمل نحاس الأصفر، والمسكة رح نعملها كمان من نحاس من السد المليان 6 ميلي. بدنا نثبت الرسمة على اللوح اللي عنا. يلا 10 دقايق بنخلصه. المرحلة الثانية هي بدنا نحط سكرين. بدنا نركلج الرسمة على السكرين. بدي احط بويا. رح بلش انا. Thank you.
بس كيف بتصير هون يعني هاي بس العكس بده يكون جالس، اوكي؟ لانه عكسك مش جالس.